السلام عليكم، اسمي الحاج نوريا، عمري 7 سنوات، شارك في مسابقة العالمية في كوريا الجنوبية، تحصلت على مرتبة إكسلنت بروبوت بولينج وروبوت باركور. ما خليش وقتي فارغ هكذا، في بلاص ما خلي وقتي فارغ ندير هكذا لي بروغراماسيون والروبوتات. انا كي سجلتها ما كنتش نتوقع هذا كاع النجاح، تقعد في الليل وتعاود تموطي تعاود تبروغرامي الروبوت تاعها. نحب انا مجالات بزاف تاع الروبوتات، كي نكبر راني حابه نكون دونتيس ونخدم لي روبو. شكون الطفله اللي كانت تلعب بالبوبي دوك ولا تلعب بالروبو؟ لو كان يخيروني يقولوا لي اسكو روبوت ولا الدراسه، نقول لهم للزوج باسكو هما ملاح للزوج للحياه. كي ديت مرتبه اكسيلنت فيهم للزوج حسيت بفرحه، واحد الفرحه هايله. السلام عليكم، اسمي الحاج نوريا، عمري 7 سنوات، شارك في مسابقة العالمية في كوريا الجنوبية، تحصلت على مرتبة إكسلنت بروبوت بولينج وروبوت باركور. روبوت بولينج هو روبو ما يتحركش، يقعد في بلاصة نحطو له بياسة وبعد نلبزو قفلة يطيري. وروبوت باركور هو تيليكوموند بلا تيليكوموند، يدير بزاف حاجات، يطلع وبعد يهبط يدور منو من هيدي حركات حنا نحركوه بلا تيليكوموند. الحاج محمد والد البطلة الحاج نوريا، المشاركة في المسابقة العالمية للروبوتيك في كوريا الجنوبية. هي فكره على صدفه، هما اولادي نوريا ما كانتش عندها علاقه بالروبوتيك ولا كانت تتخيل كاش نهار تدخل في الروبوتيك، ما انا والدها الاخر هي كانت حابه بغيت تقول نخرج طبيبه دونتيست كيما البنات كاع يتي. ونهار شفت المركز نيوغات روبوت دخلتها نيوغات روبوت، دارت زوج حصص عجبها الحال، ولقيت صدير الاساتذه تاع هنا المركز في المستوى تاعها يعملوها بلاش تاعها بالعمر تاعها بالسم تاعها، وهي كانت دير لي بيج كانت دير لي ليغو، دونك لقيت روحها شويه في الاخر وبعد شغل فتحت كاع. الروبو عنده لي كارت تاعو، وهو بابا هو اللي دخلني لهذا العالم الروبوت، هو اللي دخلني انا واختي. من الاول ما كنت نعرف حتى حاجه، ما كنت نعرف ما بلي كان عندنا هذا المجال نيو جيت روبوت. بابا دخلنا بدا بدينا نشوفوا كيفاش يومين هكذاك، قلنا لبابا عجبنا هذا المركز نيو جيت روبوت، دخلنا وبعد دينا نديرو لي بروغراماسيون لي روبو وكلش، وبعد حتى وصلنا هذه المرتبه. في الاول لا، في الاول ماشي نسنا نجاح، النجاح هو النجاح هذا اللي دارته نوريا العام اللي فات وسنا، هذا نوريا باسكو العام اللي فات جات الثانيه والثالثه وسندت الاكسلونس الذهبيه. هو خدمتها 3 سنين، انا كي سجلتها ما كنتش نتوقع هذا كاع النجاح، كنت بالك مع نجاح محلي على اطار الدوله الجزائريه، صار في الجزائر ماشي عالميا. والحمد لله مع المركز نيوغات روبوت لقات روحها، حسيتها بلي ولات كما نقولوا بلو ريسبونسابل، تعتمد على نفسها اكثر،
وشغل لقيت روحها تبدع تريح في الدار دوكا هذيك تريح في الدار ما تروحش قاعده بالتليفون تواسي ولا وتخمم تقول ايه تدي معها الروب تقول لك الاسبوع تقعد تسنى الموعد تاع الدراسه باسكو ما يقرب ايام العطل تاع الاسبوع تاع بالسبت ولا تقعد تسنى السبت هذاك كيفاش تروح دي فوا تجي مريضه تقول مريضه تقول لي نروح قالوا لي مليحة وليتي تعرفي كيفاش تمونتي لي روبو وديري لي بروغراماسيون كانوا قاعدين غير يشجعونا انا واختي قلنا ان شاء الله تربحوا انا في الدراسه تاعي المستوى تاعي هي جيده استاذه تاعي قالت لي احسنتي لو كان يخيروني يقولوا لي اسكو روبوت ولا الدراسه نقول لهم للزوج باسكو هما ملاح للزوج للحياه هذه كبراتو خلاص دوكا وهذاك اللي شجعها باش لحقت المرتبه اللي راهي فيها باسكو الاطفال لازم يحبوا شي يخدم دونك هي حبتها وعجبتها باسكو يمونطو لي روبو ومن بعد لا بروغراماسيون دوك قالت لي شري لابتوب باش نبروغرامي روحي دوك الحمد لله شو راهي في تطور انا نشوف روحي ناجحه في الدراسه كيما في الروبوت شغل زادت لي حاجات ماشي شغل ما زادت لي والو كيما ما خليش وقتي فارغ هكذا في بلاص ما خلي وقتي فارغ ندير هكذا لي بروغراماسيون والروبوتات الحمد لله المستوى تاعها صدر هي كانت تقرا مليح وزادت صدر ما هبطتش في المستوى ولا صدر قعدت توجور مع الاوائل في الدراسه نعم زاد عاودها باسكو ولات تركز اكثر ولات تعتني بالرياضه باسكو ماشي غير يقراو مسار الرياضيات يواسوهم دوك عاونها بزاف الروبوتات نحب انا مجالات بزاف تاع الروبوتات زادت لي في الرياضيات كي ديت مرتبه اكسيلون فيهم للزوج حسيت بفرحه واحد الفرحه هايله عندي ماماي وبابايا واختي هما اللي كانوا يشجعوني باش نربح وجدي تانيت كي نكبر راني حابه نكون دونتيست ونخدم لي روبو قلت نخدم روبو يعاوني كي ان شاء الله نكون كبيره نكون طبيبه راهي تصير على خطوات اختها والدليل على كي جات رايحه رايحين المشاركه في المسابقه الوطنيه ولا المسابقه العالميه نربح لازم ندير ولازم نواسي وتقعد في الليل وتعاود تموطي تعاود تبروغرامي الروبو تاعها و صديق شغل خلاص شغل الطفله اللي كانت تلعب بالبوبيه دوك ولات تلعب بالروبو شفتي هذيك تاع البوبيه اللي تمشط لها وتواسيها دوك هي واش ولات تقبض روبوت وتحوس تموديفي تعاود تواسي وتحاول تبروغرامي ديجا قالت لك العام الجاي ان شاء الله في مسابقه ولا ربي طول عمر العام الجاي ان شاء الله في كوريا قالت لك ندير ابداع روح الابداع بروغراماسيون ولا نخدم روبو ولا كيما اختي ولات بلو ريسبونسابل ولات بلو ريسبونسابل على واش كانت ولات منظمه على واش كانت ديجا كي نالت ليكسيلونت والعام اللي فات نالت مرتبه ثانيه ولا مفخره لينا ولا المدرسه ولا الوطن هذه ما الحمد لله الحمد لله وزاد فيها مثلا ثقة النفس وزاد فيها بزاف حوايج في كما كل والد كما كل أب يحب يشوف ولاده في المرتبة العليا مع زملائها مع الآخر نابورت كان الأب ولا أم يقول لك أنا نحب وليدي قد ما يطلع ولا بنتي قد ما تطلع حبها في المرتبة العليا وأنا عجبني بزاف الحال كي يعجبهم باسكو هذا هو هذه هي لا تكنولوجي هذا وقتهم اللي راه جاي شو احنا وقتنا خلاص بزنا الكالكيولاتريس وبلاغور وما دوك تيك الذكاء الاصطناعي وبلاغور دوك حنايا دوك هي دوك كانت تعطي لي بروغرام انا ماشي بروغرام مش بروغرامي ما غير نعرف نتيجي لوتي انفورماتيك ولا بصح ما نقدرش بروغرام مش بروغرامي شغل قعدت فاتتني 7 سنين فاتتني كيفاش
كي ان شاء الله نكبر ونولي دونتيست نختار روبو يعاوني. نوجه رساله للاطفال ونقول لهم باللي مركز نيو جيت روبوت هو يعلمكم كيفاش ديروا لي روبو والبروغراماسيون كيما انا، وان شاء الله تربحوا كيما انا. واي طفل يقدر يختار روبوتات ويقدر يدير لي بروغراماسيون، وان شاء الله يربح كيما انا ربحت ولي كيما انا بطل ولا بطلة. نوجه رساله لبنتي نوريا نقول لها كملي كيما راكي بالعزيمه والاراده اللي راهي عندك وحطي كاع القدرات تاعك، والاخر هذا هو المستقبل تاعك وتاع الجيل تاعكم والاطفال اللي معاك والانتاج تاعك انتم، هذا هو الجيل تاعكم، لازم تحط كلش وتسير الامان.